أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. في ارتفاع مستمر في أعداد الإصابات، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم قرابة من 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة لسبع حالات وفاة. طالبت لجنة خبراء كورونا في النمسا الحكومة بتجديد القيود قبل الخريف، وخاصة على غير الملقحين، وذلك بسبب تزايد عدد الإصابات بسرعة كبيرة، إضافة لزيادة المستمرة في المشافي وفي وحدات العناية المركزة على وجه الخصوص. ويضع فريق الأزمة توقعات سوداوية، حيث ستناقش الحكومة إجراءات جديدة، وستوفر لجنة كورونا بيانات للمحادثات الحكومية مع المقاطعات والخبراء، والتي ستبدأ مرة أخرى الأربعاء المقبل، حيث أن المشافي لا تزال قابلة للتحكم، لكنها لن تبقى على هذا النحو. وبحسب هيئة كورونا فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير في سبتمبر، وفي المتوسط سيرتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 1700 حالة، وتتوقع اللجنة 1900 حالة يوميا في 8 من سبتمبر. وفي 15 من سبتمبر سيكون هناك ما معدله 602 شخصا في الأجنحة العادية، وفي أسوأ الحالات 760 حالة، كما أن الأشخاص الغير ملقحين على وجه الخصوص يشغلون أسرة العناية المركزة حاليا. بسبب ازدياد أعداد تاريك المدارس مع جائحة كورونا، تنوي وزارة التعليم وضع قواعد أكثر صرامة للتدريس في المنزل، حيث لا تزال هناك بعض التدابير القانونية بحاجة إلى توضيح لتنفيذ هذه القواعد حسبما أعلنه وزير التعليم هاينز فاسمان. وتود وزارة التعليم التأكد من أن أولياء الأمور على دراية أيضا بما يعنيه إلغاء التسجيل في الممارسة العملية. على سبيل المثال، لا يسمح بمجموعات التعلم المكونة من عدة أطفال في الدروس المنزلية، مما يعني بأن المدرسة كمكان اجتماعي لم تعد متاحة للأطفال. وإذا تم تسجيل الطفل في الدروس المنزلية فيجب عليه إجراء اختبار خارجي في مدرسة عادية في نهاية العام الدراسي، وإذا فشلت في القيام بذلك فلن يسمح لك بإلغاء التسجيل في العام الدراسي التالي، ولكن يتعين عليك إعادة الصف في المدرسة. وفي المستقبل يتعين على مديريات التعليم في جميع الولايات الفيدرالية تحديد المدرسة التي يجرى فيها الامتحان الخارجي. ارتفع عدد الهجمات المعادية للسامية المبلغ عنها بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل زيادة 257 حادثة أخرى من يناير إلى يونيو مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. وكان أكثر من نصف الإبلاغات تتعلق بالسلوك المؤذي، مثل الإهانات بما في ذلك المنشورات على الإنترنت، وأضرارا في الممتلكات مثل الكتابات والرسومات على الجدران، واعتداءات جسدية فعلية. وكان أكبر عدد من الحوادث ارتكبها سياسيون يمينيون، وبلغت 244 مقابل 71 من المسلمين، كما أنه في جائحة كورونا لعبت دورا أساسيا في الهجمات، وكان ما مجموعه 126 حالة مرتبطة بالأزمة. لكن التطورات في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة كبيرة في البلاغات ونفي المحرقة المتعلقة بإسرائيل، خاصة في مايو. وقال وزير الداخلية كان نيهاما إن محاربة أي شكل من أشكال معاداة السامية جزء من الهوية النمساوية الراسخة والمسؤولية التاريخية لبلدنا. افتتح رسميا مشروع بناء عدد من السدود للحماية من الفيضانات على طول نهر جريس البخ في جبال الألب، حيث يستثمر ما مجموعه 9.4 مليون يورو في مشروع الحماية في منطقتي سانت أورليش وفيدرينغ غرب النمسا. وبحلول عام 2024 سيتم القضاء على نقاط الضعف في التطورات الحالية على طول النهر، بحيث سيتم رفع أو إعادة بناء 11 جسراً، وتهدف الحماية المحسنة من الفيضانات إلى حماية 121 مبنى و1000 شخص، وهذا ينطبق على مساحة حوالي 80 هكتار. وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر في حفل وضع حجر الأساس: أنا متأكدة من أن ما يقرب من 9.4 مليون يورو هنا في بيلارسي
ستجلب المزيد من الأمن والحماية. ومن بين أمور أخرى، يجب اتخاذ تدابير الحماية في الفترات الثلاثة المقبلة من انخفاض المياه، وهناك أيضا خطط لإنشاء مساحات إضافية للاحتفاظ بمياه الفيضانات، ولهذا الغرض سيتم بناء سد جديد يمكن التحكم فيه على بيلارسي للحفاظ على مستوى البحيرة هناك. توصلت دراسة أجراها معهد زورا أنه ما يقرب من نصف العاطلين عن العمل في النمسا معرضون لخطر الفقر، والعديد منهم يعانون من الأمراض النفسية والعار الاجتماعي، والغالبية العظمى منهم عاطلون عن العمل إجبارا. وقالت الدراسة تم إجراؤها على 1215 شخصا عاطلا عن العمل تم اختيارهم عشوائيا، بالإضافة إلى 629 موظفا للمقارنة، وتم تقييم النتائج علميا. وقالت دانيل شونهير مدير المعهد إنه بالإضافة إلى القيود المالية هناك أيضا مشاكل نفسية، حيث أن 60% من العاطلين عن العمل و 70% من العاطلين عن العمل لفترات طويلة لم يعودوا يشعرون بأنهم جزء مهم من المجتمع، و 38% يعانون من الاكتئاب، و 31% من العصبية والقلق، و 28% من مخاوف لا يمكن السيطرة عليها، و 27% من مشاكل النوم، وما يصل إلى 40% لا يعرفون ماذا يفعلون بوقتهم. وأفاد 12% بأنهم لم يعودوا موضع تقدير من قبل أصدقائهم. دعت منصة بلاتفورم فرعينا منشلشة أزيل بلوتيك لمظاهرة في فيينا واسعة النطاق تضامنا مع شعب أفغانستان وضد حكومة طالبان المقبلة. والمظاهرة تحت شعار لا لطالبان، استقبلوا الناس الآن، نحن لدينا مكان. وستسير المظاهرة عبر مالريا هيلفشتراسة إلى ساحة هيلدن بلاتس أمام القصر الرئاسي وسط فيينا. ويطالب منظمو المظاهرة بأربع نقاط أساسية، وهي برامج الإنقاذ وإعادة التوطين ووقف الترحيل والحماية السريعة. وتطالب أيضا منظمات الإغاثة بفتح الحدود وقبول اللاجئين في النمسا كما حدث عام 2015. وهناك أيضا مطالبة بوقف الترحيل ومنح طالبي اللجوء الذين ينتظرون نتيجة إجراءات اللجوء الخاصة بهم حق اللجوء على الفور. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولنكتمل بالمعرفة زوروا موقعنا على الإنترنت infograd.com، وتابعوا صفحتنا الرسمية على فيسبوك. كنت معكم أنا بثينة سلام، إلى اللقاء.